حياكم الله مشاهدي ومتابعين قناة زاكروس الفضائية، ورمضان كريم عليكم، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة وراحة البال. جولتنا لهذا اليوم تتحدث عن طبيعة أحوال أو طبيعة الطقوس اللي متعودين عليها المواطنين بعد الإفطار، فخلينا نشوف آراء المواطنين هنا. مرحبا، شنو الطقوس اللي يسويها؟ يعني مثل ما تعرفون احنا مناطق الأعظمية من المناطق الحلوة اللي تصير يعني يتراكم بها السكان بأيام الإفطار بهيك أيام. يعني الأعظمية مشهود لها بأجواءها الرمضانية ومناطقها الشعبية وناسها الطيبين صراحة، اللي هي توأم الكاظمية. فالكاظمية والأعظمية تعتبر شيء واحد وأهل، هاي واحدة. اثنين، هالأجواء الرمضانية مشهود لها طبعا في كل سنة، سواء في صلاة التراويح أو المقاهي أو الأماكن الشعبية، المطاعم، الأسواق، كلها تكون عامرة إن شاء الله بالناس وتعكس الحياة الإيجابية للمجتمع، وهذا الشيء طيب بالعكس، والحمد لله اليوم بعد يوم نشوف اكو فرق بهذا الشيء. رمضان كريم عليكم، واخذنا من وقتكم يمكن. مرحبا، شلونك قلبي؟ نقدر ناخذ من وقتك 5 دقائق؟ شلونك؟ يا هلا يا مرحبا، شلونك قلبي؟ الله. تقدر تقول لنا ايش عندك اليوم هنا؟ شنو الطقوس اللي تتخذها بعد الافطار المتعود تاخذها؟ اول شيء رمضان كريم عليك وعلى قناه وعلى الشعب العراقي جميعا، ان شاء الله الله يعم الامان والامن على كل الشعب العراقي. اكيد طبعا الاجواء الرمضانيه انا صراحه مو من انا، اول شيء انا مو من انا، انا من غير منطقه، فجاي هنا على العظميه كون المنطقه كودن. اول شيء المنطقه هاي منطقه يعني شعبيه، يعني مشتهره بالقهاوي اغلب شيء، مشتهره بالاجواء الرمضانيه الحلوه كلش. انا الصراحه منتظر جماعتي هنا على مود يعني نقعد نلعب دومنا وذن الامور، يعني تدري احنا خصوصا برمضان يعني كلش اجواء حلوه هنا القاها. انا يعني بالنسبه لي يعني مرتاح والله الصراحه، و يعني خصوصا ما بعد الفطور الشخص مثلا يحب يغير عن نفسه شوي او يغير جو، يجي وين يمكن يروح قهاوي، ممكن يروح يعني ذن الامور الترفيهيه اللي يرفع عن نفسه. اكيد طبعا بعد ما نصلي التراويح اللي متعودين عليها كعراقيين، نصلي التراويح وهو اكيد طبعا شيء ديني هذا حلو كلش. وان شاء الله رب العالمين يعني يكتب لنا الشيء الاحسن ان شاء الله ربي. زين، بالنسبه للطقوسك انت متعود كل يوم يعني هاي بعد الافطار صارت عندك فد روتين؟ لو مرات يعني انا بالنسبه لي شغل ما اقدر، انا ملتزم بشغل، بس شنو مرات مثلا خميس جمعه يجي يصير عندي وقت فراغ، يعني اقدر مثلا اطلع كقهوه، اطلع مثلا كمتنزه، انا ارفع عن نفسي شويه. يعني مختلف، يعني روتينك مختلف. شكرا لك ورمضان كريم، ان شاء الله ينعاد عليك بالصحه والسلامه. اعزائنا المشاهدين لا زلنا مستمرين وياكم. مرحبا، السلام عليكم. نقدر ناخذ من وقتكم 5 دقائق؟ اريد نشوف طبيعه حياه المواطنين بعد الافطار وشنو الطقوس اللي متعودين يسووها. مثل ما نعرف احنا مثلا اجواء رمضان لها اجواء خاصه، اكو عالم تتجه بعد صلاه التراويح، صلي التراويح وتتجه، اكو عالم ترجع للبيت، اكو عالم تروح قهاوي، اكو عالم تروح مكانات ترفيهيه. احنا من الديار حقيقه، الله يحفظك، وجايين هنا مسهرين على خواننا. احنا عاده برمضان بالليل يعني تدري ورا ما تفطر تقعد تصلي تراويح وتهجد وقيام الليل لحد السحور، تسحر وننام نقضيها النوم، رد نقعد نصلي ورد النوم ونقعد العصر نصلي يعني نتمشى عادي. اذا يعني اكو لها طقوس مختلفه خلتك تجي لبغداد حتى تقعد هنا وتغير جو، يعني رمضان لها طقوس خاصه. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله رمضان ينعاد عليكم بالصحه والسلامه. يلا مرخصتكم. اعزائنا المشاهدين لازلنا مستمرين وياكم بجوله شلون قلبه، شو اخبارك؟ احنا بدنا نعرف او بدنا نتعرف على طبيعه حياه المواطنين بعد الافطار. مثل ما تعرفون احنا كعراقيين متعودين ورا الفطور كل شخص له في طقوس معينه او له في اتجاه يتجه له حتى يرفع عن نفسه بهاي الايام الكريمه. بالبدايه رمضان كريم وينعاد عليكم بالصحه والسلامه حبيبي. والله ما يعني انا اليوم احنا دائما مثلا نفطر ونخلص مثلا اخذ العائله واطلع، اليوم حبيت اطلع ويا اصدقائي شوي نغير جو، هاي فانا من بدايه رمضان اليوم هاي اول طلع لي ويا الولد ويا اصدقائي، هاي جينا القهوه شوي نبدل جو، نلعب طاولي، نلعب دومنا، نشرب شاي وهذا، نسولف ونخلص ونطلع ان شاء الله. يعني انت من النوع اللي تفضل ويا الشباب، احس كيتشي من قلت ويا الشباب احس اكثر من العائله. اي يعني هم اصدقائي كل شيء، من العائله يعني دائما احنا وياهم بالضبط، بس العائله لا شوي نحكي نسولف الضحك هذا، مو مثل العائله هذا الروتين وهذا، فالولد ويا جماعته اكثر شيء.
يعني يعجبني اطلع وهذا زين. وبالنسبه لك؟ انا نفس الحاله ويا الاهل اكثر شيء. طقوسك برمضان ثابته يعني لو ويا العائله واكو استثناءات؟ لا اكو استثناءات، اطلع ويا اصدقائي مثلا عندنا شغله نقضيها. شكرا لكم وتعبتكم واخذت من وقتكم. أعزائنا المشاهدين وصلنا وياكم لختام جولتنا، أتمنى تكونون استمتعتوا وتقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل.